هو اللي وزم مسعد يحط المخدرات لداليا في مكتبها؟ ازاي يعني؟ مش جايز رحيم بعد ما عرف ان عماد خطب داليا حب يعمل لها حوار كبير قوي عشان يخرجها منه يرجعوا لقربوا بعض تاني؟ مش بعيدة قوي دي؟ مش بعيدة على دماغ رحيم. لا لا ما اعتقدش. انا بقى اعتقد يا باشا. خليك انت في سكتك وانا همشي في سكة تانية خالص. سكة ايه؟ هبقول لسيادتك بعدين. اتفضل يا باشا. يا بسمة هشام بيحبك، انتوا هتفضلوا عاملين زي القط والفار كده لحد امتى؟ والله ما انا عارفة. انا كمان عارفة اللي فيكي مكفيكي يا ام الرحاب. يو مش هنخلص بقى. معلش يا رحاب، بس حاولي تكلمي فهمي كده وحاولي تعقلي. معلش. الو. ايوه انا رحاب السيوفي، مين معايا؟ انت بتقولي ايه يا ست انت؟ انت مين؟ في ايه؟ في ايه؟ ايوه. امتى؟ طب انا جاي حالا. معرفش. بس روح قول اللي بعتك. عيب. ما تقول لها يلا. طب يلا اطلع. اطلع. انت مين وبتخبطي كده ليه؟ سيد استني هنا، مش بكلمك. مين دي يا سيد؟ مين دي؟ دي جيهان مراتي، سلمي عليها. يا نهارك اسود ومنيل بستين نيلة، انت بتتجوز عليا انا يا سيد؟ بتتجوز عليا؟ ترمي نفسك وتكلمي بأدب بدل ما مد ايدي عليك. كمان تمد ايدك عليا؟ كمان؟ ليه يا سيد؟ ليه بتعمل معايا كده؟ كل ده عشان كرهك لرحيم؟ عايز تنتقم منه وخلاص؟ طب وانا ذنبي ايه؟ انا عمري عملت لك حاجة وحشة؟ عمري قصرت معاك في حاجة يا سيد؟ لا وانتي قصرتي في حاجة يا رحاب. لما تسيبي جوزك وتعيشي في حضن اخوك وابوك تبقى قصرت يا ست هانم. وانا كذا مرة قلتلك تعالي عيشي معايا وانت اللي كنت بترفضي. وانا راجل وليا طلبات. ولا كنت عايزاني اعيش في الحرام. ولا ده هيكون بالنسبة لك 100 لو انا مش متجوز. بتباني يا سيد بعد كل اللي عملتهولك؟ بتباني بعد وقفتي جنبك؟ انا ما بعتكيش يا رحاب. وقفتك جاهزة جوه من مجاميعه. وجيهان موافقة تعيش معاكي في بيت واحد. عايزه تخش اوضتك وتستهدي بالله ولا تركبي شطانك وتخليه يوصلك لبيت اهلك توصيله مجاني؟ انا اللي استاهل. انا اللي استاهل اني حبيت واحد زيك واستحملت اللي مفيش مخلوق ممكن يستحمله. كنت بقول معلش معلش استحملي، اهو ابو بناتك وعشره عمرك. كنت مطوعاك في كل حاجه ومصدقك في كل حاجه. انا اللي استاهل. أستاهل عشان ما وقفتش قصادك وانت بتطرد أبويا وأخويا من بيتهم. أنا اللي أستاهل عشان كنت عايزة أرجع أخويا السجن تاني. وكل ده ليه؟ عشان كنت مصدقاك. كانت دماغي فين أنا مش عارفة. كنت بصدقك إزاي أنا مش عارفة مش عارفة؟ عشان عارف إن قد إيه بحبك يا رحيم. وأنا بكرهك. بكرهك وبكره نفسي وبكره رحيم وبكره أبويا وبكرهكم كلكم. بكرهكم كلكم. شوف لك حته يا جهام ما تنرفزنيش انت. يوووو
رايحين بيه؟ نزلوه. عملت يا رحيم بيه اللي بيحصل ده كله؟ ما كفايه الخراب اللي انا شايفه بسببكم. سيبوه. اجري. ايه؟ اجري. وبعدين بقى ايه المفاجاه في الليله السودا دي؟ هتيجي دلوقتي، اصبري بس. لا مش قادره اصبر بقى الصراحه، زهقت. لو ما جاتش المفاجاه انا عايز امشي. حنان اصبري، هرد لك اعتبارك. الواد اللي تسبب في دخولك السجن هجيبه هنا تحت رجليك. مين ده؟ اصبري بس اصبري. الو، ايه يا ابني انتوا فين؟ اتاخرتوا ليه؟ ايه يعني ايه؟ رحيم مشى؟ طب ماشي ماشي ماشي، خلاص خلاص خلاص، يلا سلام. حصل ايه؟ رحيم وقف العيال ومشى اللي اسمه كمال. كمال؟ هي دي المفاجأة؟ ومشى ليه؟ مش عارف، هكلمه وافهم. ما بيردش. هو رحيم بيعمل كده ليه؟ مش عارف، أكيد لما قابله هفهم كل حاجة. أنا مش قادر أصدق. أنا كنت فاكر إن رحيم ورا كل اللي بيجرى لك. هو اللي رادك في القضية، وبعدين هو اللي قربك، وبعدين هو اللي طلع لك دليل براءتك عشان يبان قدامك البطل اللي ما استغناش عنك. بس رحيم عمره ما كان كده. أنا كنت أقرب واحدة لرحيم قبل ما يدخل السجن. عمره ما عرضني للخطر ولو لثانية واحدة. طب ازاي يعمل كده وهو عارف كويس قوي ان انا ممكن اتسجن طول عمري او اموت فيها؟ تصور يحترم برضو. استني، انا افتكرت حاجة مهمة دلوقتي. هشام اتخطف في يوم خروج رحيم من السجن، وانت اتوردتي في القضية تاني يوم، وهشام اصلا كان لسه مخطوف. يبقى ازاي رتبوا كل ده؟ شفت؟ يبقى انا زي ما بقولك، رحيم ملوش دعوه بالكلام ده. ايوه، بس ده معناه ان في حد عايز يورط رحيم ويخليني نمشي وراه في نفس السكه. ايوه بس مين ده وهيستفيد بايه؟ مش شرط ان اللي بيحصل كله ده عشانك انت، عشان رحيم. انت الحلقه الضعيفه اللي يقدر يلي رحيم بيها. طب ويلهيه عن ايه بالظبط؟ الأسئلة دي كلها جابتها عند رحيم. انتي هتقوليله ان احنا بنتقابل؟ انا وهو بقالنا فترة ما نتقابلش. ايه ده؟ متخانقين ولا ايه؟ انا اسف مش بتدخل في حياتك الشخصية، بس انتي عموما وصلتيني اللي انتي عايزة تقوليه. عموما انا بشكرك على مساعدتك ليا. لا العفو عليا، بس أنا برضو عايز أسألك سؤال شخصي، هموت وأعرف إجابته. لو عايزة تجاوبي جاوبي، مش عايزة أرفضي. بصراحة أنا مستغربة جملة زي دي تيجي من ضابط أمن وطني. أنا مش أي ضابط، معلش أنا آسف. يعني إزاي حد زيك يرتبط بحد زي رحيم؟ أنا ورحيم مش مرتبطين دلوقتي. بس بتحبيه؟ دكتورة مهمة زيك ترتبط بواحد مجرم وحرامي؟ انت شايف ان دي حاجة عادية؟ والله انا كل مرة بسأل نفس السؤال ده، عمري ما لقيت له إجابة. خلي بالك من نفسك. شكرا. كان المفروض تقولي قبل ما تتصرف من نفسك يا رحيم. يا ابني بقول لك ما كانش في وقت. انت ايه؟ الحاجة هدا كانت مرعبانة، والله اعلم كانت ممكن تعمل ايه وانت خاطف كمال. مش بعيد كانت تبلغ البوليس زي ما حصل قبل كده عشان تشوفنا هنخرج منها ازاي. حلو قوي حلو قوي.
بس انا بقى في حاجات مش قادر افهمها. اول حاجه انت ماشي ناس ورايا يراقبوني ولا يا رحيم؟ ها؟ وبعدين مش الحاجه هدايا بس اللي عايزه تفهم حكايه ان احنا بندخل ونخرج من الامن الوطني كده عادي، انا كمان عايز افهم. ما ترد. انا لو رديت عليك يا حلمي ردي هيزعلك. زعلني يا سيدي بس فهمني. انا بس هفكرك ان يوم ما خرجت من السجن ولقيتك مضيع ورق ممكن يكون تمن رقبتي ما فتحتش بوقي، ما شكتش لحظه انك ممكن تخوني. وانا المفروض ايه بقى؟ احط جزمه بقى في بوقي وامشي وراك وانا ساكت؟ رحيم بقولك ايه، انا عايز افهم، في حاجات بتحصل قدامي كده انا مش قاريها. انا كنت مراقب كمال عشان اعرف اذا كان في حد زقه علينا ولا لا. ايوه بس كان المفروض تقولي. طب وانت قلت لي على اللي هتعمله النهارده؟ يا رحيم هو انا المفروض استعزينك وانا جاي اجيب حق مراتي؟ مطلوب رد هيزعلك. ايه؟ بتعملي ايه عندك؟ انت اللي بتعمل ايه؟ مالك اتخضيتي كده ليه يا بت؟ في ايه؟ اسمي ريم، ما اسميش بت. طب تعالي يا ريم، تعالي. ده ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ايدك لتوحشك يا حبيبي. اصل انا حسيتك بتلمعي اوكر فقلت اجي اطمن. لا اطمن. انا عايز اطمن قوي. عبيط ده ولا ايه؟ ريم ما تحاسب يا حلمي وخلي بالك من الكلام اللي انت بتقوله ده. ما انت مش عايز تفهمني يعني ايه ندخل ونخرج كده من الامن الوطني عادي من غير اي حاجه، والحكايه دي حصلت مرتين مش مره واحده. رحيم لو مظبط معاهم قول لي، طالما شغلنا ماشي وبنعمل اللي احنا عايزينه تمام. بس افهم، هو انا لو مظبط مع واحد زي احمد الديب ده مثلا كان عمل معانا كده؟ كان خلاك تشتغل عصفور عليا؟ ما تشغل مخك يا اخي. يا حلم اهدى وخلي صوتك من دماغك، بلاش تمشي ورا كلام حنان. على فكره ملهاش علاقه باللي بينا. طب كويس، ايه بقى؟ في حاجة تانية عايز تفهمها؟ لا. ايه في؟ عملت ايه؟ مفيش، هو قال لي انه عمل كده بس عشان خايف ان الحاجة هدايا تبلغ عننا. يا سلام يا اخويا، بقى رحيم خايف للحاجة هدايا تبلغ عننا؟ بقى ده رحيم؟ ده كان زمانه خطف كمال وحطه في حته الجن الازرق ما يعرفوش طريق بر، وكان زمانه وقف قدام الحاجة هدايا عيني عينك كده. شش ما تصادق. لا الموضوع يخصك انت. انا ازاي؟ رحيم عايز يوصل لك رسالة انك ما تعملش حاجة الا بامره. انت مش عارف رحيم ولا ايه؟ رحيم عايز يمسك الدنيا كلها بايده، هو اللي يقول اه وهو اللي يقول لا. ايوه بس الكلام ده مش عليا انا. هو يا اخويا طول عمره كده، بس انت اللي مش فاهم. هو انت هتعرفيني صاحبي؟ ايه؟ صاحب عمري. صاحب عمرك مين؟ بقى ده رحيم صاحبك؟ رحيم بقى له 7 سنين في السجن، قلبه بقى مليان غل وحقد وكره. طب حط نفسك مكانه، بعد الشر عليك. ان شاء الله عمرنا ما نشوف فيك شر يا اخويا، وانت تفهم اللي انا بقوله. طب فضي يا سيرة بقى، يلا يلا امشي. ماشي بس اسمع الكلام اللي انا بقوله لك. ليه بتسخنيني عليه ولا ايه؟
خير يا ريم، في حاجة؟ مفيش، سمعتك بس بتخانق انت وبابا فقلت اجي صالحك. انا وابوك عشرة عمر، متقلقيش علينا، شوية كده وهنروق. طيب وانا بقى مين هيصلحني؟ ليه؟ في حد مزعلك؟ اخوك هشام؟ ايوه يا سيدي هشام، عمال يعكسني في الراحة وفي الجاية، شوية بعينه وشوية كلام، واخر مرة مد ايده عليا. يمد ايده عليك ازاي؟ متخافش عليا، هو بس مسكني من ايدي بس انا وقفته عند حد. كنت جاية لك عشان خاطر تتكلم معايا عشان يحل عني شوية، بس خلاص مش مهم. مش مهم ازاي؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ ده انا هكلمه وهبهدله كمان. هو انت اتضايقت عشاني؟ طبعا. ليه؟ علشان هشام ده راجل متجوز وانت زي اخته. بس كده؟ بس